السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل حل تدريبات ملحق كتاب جيم تاني اعدادي ترم اول، هنحل صفحات 16 و18. هنبدأ من بيج 16 صفحة 16 نمبر 1. complete the following dialogue، اكمل المحادثة التالية. بسملة wanted to see Batool's photos، بسملة عايزة تشوف الصور بتاعة بتول، فبتقولها هاي بتول، مرحبا بتول، هاو ار يو، كيف حالك؟ هترد عليها هتقولها ايه؟ I am fine thanks، انا بخير شكرا. I am fine thanks. بعد كده سألتها سؤال، فقالت لها I am looking at my photos، انا بتفرج على الصور بتاعتي. فهي تقول لها انت بتعملي ايه؟ What are you doing؟ What are you doing؟ قالت لها بتفرج على الصور بتاعتي. بعد كده سألتها قالت لها can I see them with you، ممكن اشوفهم معاكي؟ فهتقول لها ايه؟ yes you can، نعم تستطيعي، yes you can. This is a photo of my sister's wedding، دي صورة زفاف اختي، حفل زفاف اختي. Who is in the striped t-shirt، طب مين اللي لابس التيشيرت المقلم دوت المخطط ده؟ هتقول لها اي حد، لان احنا مش مرتبطين بحد هنا. مثلا ممكن تقول لها he is my brother، هو اخويا، he is my brother، ممكن تقول my father، اي حد. طب بعد كده سالت سؤال فقالت لها I am in the background by the fountain، يعني انا موجوده في الخلفيه عند النافوره. يبقى تقول لها where are you، انت فين؟ طيب في الصوره يعني where are you. Number two, choose the correct answer from A, B, C, or D. اختر الإجابة الصحيحة. Number one, we will be A for any information you can give us. احنا هنكون شاكرين أو شاعرين بالامتنان لأي معلومات أنت هتديها لنا. شاكر يعني grateful. Number two, this is a photo of Maryam with our house in the A. دي صورة لمريم. With our house يعني الخلفية، بيتنا، in the A background، صورة المريم والخلفية اللي فيها بتاعت بيتنا يعني. Number three, I need food, clothing and housing، يعني مين اللي محتاج الطعام والملابس والسكن؟ طبعا ده الـ humans، البشر. Number four, I'd like to A you to my birthday party، أود إن أنا أدعوك لحفلة عيد ميلادي، يدعو يعني invite. Number five, you look very smart، تبدو أنيقا جدا، in your new suit، في البدلة الجديدة بتاعتك. Suit يعني بدلة. Number six, A is an area، منطقة of very dry land، فيها أرض جافة جدا. طبعا ديت الفارم، المزرعة، الفيلد، الحقل، الفورست، الغابة، ولا الديزرت، طبعا دي الديزرت، الصحراء. Number seven, a space is a boy or girl aged 13 to 19، يعني الولد أو البنت اللي سنهم من 13 ل 19 سنة، دول طبعا إيه الولد ده أو البنت دي بتبقى إيه؟ تينيجر، مراهقة. Number eight, at the end of the party، في نهاية الحفلة، the guests are leaving، يعني الضيوف بدأوا يغادروا بإيه؟ ببطء، يبقى إيه؟ slowly. Number nine, my sister is smiling at the camera. أختي بتبتسم بسعادة في الكاميرا، يبقى إيه؟ happily. طبعا ده ظرف، يبقى قبله فعل، يبقى إيه؟ ده ظرف. طيب number ten, I am eating my lunch، يعني أنا باكل الغداء بتاعي. hungrily، hungrily يعني بجوع. نروح على بيج 18 صفحة رقم 18. داليا's mother got a new job، يعني مامة داليا حصلت على وظيفة جديدة. فداليا بتقول ايه؟ My mother didn't go to work، ماما ما راحتش الشغل. فأختها ردت عليها بعد كده قالت لها because she is ill، بسبب انها مريضة. يبقى هتقول لها ايه؟ ليه هي ما راحتش الشغل؟ Why didn't she go to work؟ Why didn't she go to work، ليه ما راحتش العمل؟ فقالت لها because she is ill، عشان هي مريضة. بعد كده قالت حاجة فقالت لها she had an interview at the bank، كان عندها مقابلة شخصية في البنك for a new job، لوظيفة جديدة. but she couldn't go، لكن هنا لم تستطع الذهاب.
يبقى هي طبعا هتأسف لسماع ان مامتها عيانة يعني، فتقول I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. I am sorry to hear that. انا اسفة لسماع ذلك. قالت لها دي كانت عندها مقابلة شخصية عشان خاطر الوظيفة في البنك، لكن هي لم تستطع الذهاب. فقالت كلام، فقالت she did the interview online from her bed. هي عملت المقابلة الشخصية من ايه، من سريرها وهي تعبانة يعني، عملتها على الانترنت. يبقى هتقولها ايه يعني، يا لها من شفقة انها ما قدرتش تروح يعني الايه المقابلة. هتقولها it's a pity that she couldn't go. it's يا للشفقة يعني، it's a pity. It's a pity that she couldn't go. That she couldn't go. قالت لها هي عملت المقابلة الشخصية أونلاين عن طريق الإنترنت from her bed من سرها. بعد كده سألتها سؤال، فقالت لها yes she passed it، نجحت فيها and got the job، وحصلت على الوظيفة. فهي هتقول لها هل هي نجحت او مقعد يعني نجحت في المقابله الشخصيه دي؟ هتقول لها ايه؟ طبعا انا عندي هنا الاجابه بيس، تمام، والكلام في الماضي، يبقى انا هسال بديد. يبقى ديد شي باس ات، هل نجحت فيها؟ ديد شي باس ات. قالت لها يس شي باس ات اند جات ذا جوب، نجحت وحصلت على الوظيفه. فهتقول ايه؟ well done مثلا، احسنت. I am so happy for her، او congratulations، انا سعيدة عشانها. congratulations مثلا، مبروك. congratulations congratulations، تهانينا، انا سعيدة جدا لايه انها نجحت في الايه في المقابلة الشخصية وحصلت على الوظيفة يعني. السؤال الثاني، complete the sentences، اكمل الجمل with the correct form of the words in practice. هنصحح الكلمة اللي ما بين القوسين. Number one، Sarah usually puts on black shoes but now she wear white trainers. يعني هي دايما أو عادة بتبقى لابسة حذاء لونه أسود، لكن هي دلوقتي لابسة حذاء رياضي لونه أبيض. يبقى في كلمة now، now دي بتعبر على الايه؟ البريزنت كونتينيوس، يعني الزمن المضارع المستمر. يبقى am أو is أو are والفعل فيه ing، يبقى she ايه؟ she is wearing، يبقى is wearing، ترتدي الآن حذاء رياضي. number two، he smiled happy to his sister، هو بيبتسم بسعادة لإيه؟ لأخته. طبعا عندي هنا في فعل، يبقى لازم يجي بعديه ظرف، يبقى هنقول ايه؟ يبتسم بسعادة، يبقى happily، happily. number three، is they watching the play at the moment، يعني هل هم بيشاهدوا المسرحية في هذه اللحظة؟ يبقى هنقول ايه؟ are they، are. number four، if you walk so slow you will miss the bus، لو انت مشيت ببطء مش ايه مش هتلحق بالاتوبيس او هتفقد الاتوبيس. يبقى if you walk slowly. number five، Do you think you speak English good؟ انت بتعتقد ان انت بتتكلم الانجليزي بشكل جيد؟ المفروض ما اقولش good جيد، اقول بشكل جيد اللي هي well. number six، when they heard the bad news، لما سمعوا الاخبار السيئة they were very sad. sadly، لا هم ما كانوا sadly، كانوا sad، كانوا حزنانين، sad. طيب بعد كده number seven، my little sister، اختي الصغيرة، did her homework، عملت واجبها quick، سريع ولا بسرعة؟ المفروض نقول ايه؟ بسرعة، quickly. number 8، كريم's father، بابا كريم drives his car slow، بيقود سيارته ايه؟ بطيء ولا ببطء؟ المفروض نقول ببطء، slowly، هنضيف لها ال واي، slowly. number 9، are you well at playing computer games؟ هل انت جيد في لعب العاب الكمبيوتر؟ يبقى هنقول ايه؟ are you good، are you good at playing computer games. number 10، students، الطلبة، are listening to their teacher carefully، الطلبة بيستمعوا لمعلمهم بعناية أو بحرص. يبقى نقول إيه هنا؟ عندي are، يبقى ده زمن مضارع مستمر، مش بعديه بيجي الفعل في إيه؟ ing، بعد am أو إذا are، يبقى نقول إيه؟ listening، نضيف لها إيه؟ نضيف للفعل إيه؟ ing. وبكده نكون انتهينا من حل ملحق كتاب جيم تاني اعدادي ترم اول حتى صفحة 18.
يعني حتى نهاية الوحدة الثانية انتظرونا في حل باقي التدريبات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.